صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وزي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ أولى فقراتنا بنروح نصبح على زميلتنا لمياء ونعرف منها أسعار العملات وآخر التفاصيل اللي موجودة فيها. اتفضلي يا لمياء. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك أحمد. صباح الخير عليك يا باسانتو. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا مصر. دلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. دولار أمريكي سعر البيع فيه 22.96 والشراء 22.85. اليورو سعر البيع فيه 23.1 والشراء 22.89. جنيه استرليني سعر البيع فيه 26.64 والشراء 26.50. فرانك سويسري سعر البيع فيه 23.20 والشراء 23.8. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.17 والشراء 3.15. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.11 والشراء 6.7. دينار كويتي سعر البيع فيه 74.19 والشراء 73.82. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.25 قرش والشراء 6.22 قرش. ودلوقتي نتابع متوسط أسعار الذهب النهاردة. نبدأ بعيار 18 سعر السوق النهاردة 1,033 في سعر الجرام الواحد. عيار 21 سعر السوق النهاردة 1,205. عيار 24 سعر السوق 1,377. وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق النهاردة 9,640 جنيه. ونرجع مرة تانية لأحمد وباسانت نكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمي.